يعني قال لك طب ما انا عندي في اسيا مثلا على سبيل المثال مليار مسلم، طب ما انا المليار مسلم دول ما خليهم يجوا هنا يحترموا عاداتي وتقاليدي ويعيشوا. مليار مسلم دول ما بيجولكش هنا، مليار مسلم دول بيروحوا فرنسا وبيروحوا باريس وبيروحوا اسبانيا بالارقام. عشان كده انا قلت المسلمين ما بيحب الحقيقة.